حضراتكم من جديد. امبارح القاهرة شهدت فعاليات انطلاق الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي. هذا المؤتمر اللي بيجمع ممثلين لوزارات العمل في الدول العربية، بيجمع أيضا أطراف العمل الثلاثة، الحكومات، العمال، أصحاب الأعمال، بيناقش أوضاع العمالة في مصر بشكل عام، بيناقش تحديدا في هذه الدورة أفاق التعاون العربي وتشغيل العمالة العربية اللي أصابها الكثير من البطالة والركود، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي، خصوصا في الدول اللي قامت فيها هذه الثورات مقارنة بمعدل البطالة قبل عام 2011. الحقيقة المؤتمر بيحاول خروج بمبادرات مختلفة بحلول غير تقليدية لحل أزمة البطالة في العالم العربي وسط التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة اللي بتشهدها المنطقة. هذا الحوار بيتعلق بكيفية الخروج بهذه الحلول والمبادرات لحل أزمة البطالة. طيب، يمكن زي ما قال أحمد، محاور المؤتمر، أهم النقاط اللي ناقشها المؤتمر وأهم القضايا، أهم التوصيات اللي هيخرج بيها، وربما أيضا المفاجآت اللي هيخرج بيها هذا المؤتمر. ده هيكون محور حديثنا مع ضيوفنا الأفاضل في الاستوديو، الدكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، والدكتور محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب بجامعة الدول العربية. صباح الخير. اسمحوا لنا بس قبل ما نبدأ الحوار هنخرج سريعا لهذا التقرير اللي بيلقي الضوء عن أهم فعاليات المؤتمر، ونحاول بعد ذلك نبدأ الحديث. ملفا الفقر والبطالة في البلدان العربية سيطرا على أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. التقرير الذي قدمه مدير منظمة العمل العربية أمام المؤتمر كشف عن تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة. ننبه القيادات والحكومات أن هذا الموضوع يجب ألا تذهب بكم السياسة بعيدا، وأنه لابد من استقرار، وأيضا بنطالب العمال أنه يجب أن يسهموا في دوران عجلة الإنتاج. يعني أن يصدر من الرياض عنوان بارز التحالف العربي لمواجهة البطالة ودعم التشغيل يعتبر في اعتقادي أنه منهج فكري جديد يتبناه العرب. المجتمعون أكدوا على أهمية توسيع التعاون العربي ودعم أفاقه اقتصاديا واجتماعيا وتسهيل انتقال العمالة للمساعدة على التخفيف من البطالة قطريا وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا. ميزة هذا المؤتمر إطلاق التقرير الرابع الخاص بالتشغيل هو على مستوى عالي جدا من المهنية والهيكلية، لو طبق واتخذ كاستراتيجية وكمرجعية استراتيجيات رسم السياسات للدول العربية بإطار هاي الرؤية التكاملية، أنا على يقين نحقق قفزات كبيرة تخدم الدول العربية وتخدم عاملها وأرباب عملها وحكوماتها. المؤتمر والذي يستمر لمدة أسبوع شهد إطلاق الشبكة العربية للعمل بهدف توفير التواصل بين كافة الشركاء بالدول العربية في مجال العمل في محاولة للحد من مشكلة البطالة التي قدرتها منظمة العمل العربية بأنها وصلت إلى 28% بين الشباب العربي. هشام حامد، النيل. أهلا بحضراتكم ومرة تانية. يمكن زي ما شفنا تصريحات سيد أحمد لقمان في التقرير رئيس منظمة العمل العربي عن مفهوم جديد بيسود العالم العربي الآن، وبتعمل الدول العربية على تحقيقه، مفهوم وجهة البطالة والتشغيل. خلونا نسأل ضيوفنا دكتور أحمد خيري، يعني هذا المفهوم إزاي ممكن فعلا الدول العربية تعمل على تبنيه، خصوصا إحنا عندنا دول بتعاني من البطالة ودول عندها فائض في العمالة أو محتاجة عمالة، يعني زي نتكامل في هذا الموضوع؟ والله هو الاتحاد القومي للعمال مصر بيقدم مبادرة هي جديدة من نوعها عن طريق إنشاء السوق الإلكتروني للأيدي العاملة العربية. الهدف من المبادرة ديت هي يعني دي أولا شيء إعلامي جديد أنتم بتعرفوه لأول مرة ولم يعرض على المؤتمر، وإن شاء الله هيعرض النهاردة يومه. السوق المشتركة للأيدي العاملة هتعمل جداول توصيف وتصنيف. لو قلنا مثلا المحاسبين في الوطن العربي خريج الدفعات المختلفة وخبراتهم المختلفة ومعايير المواصفات والجودة المهنية اللي هم بيمتلكوها، هيكون في سوق للمحاسبين على مستوى الوطن العربي، في سوق للنجارين، في سوق لكل المهن الحرف المهن والحرف المعتمدة على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي. ده الفكر فيه هيكون أنا عايز أخد محاسب ذو كفاءة معينة ومقدار معين من العلم والخبرات، أخش على الإنترنت أعمل سيرش ويظهر لي أفضل 10 محاسبين في هذا الاتجاه لم يعملوا،
لان هيبقى اللي بيعملوا ليهم لينك واللي ما بيعملوش ليهم لينك اخر، بحيث ان احنا نستفاد بالخبرات ونعمل عمليه احترافيه للمحاسبين دول في الدول العربيه المختلفه وفقا للاعلى سعرا والاطول فتره عقد وهكذا. كمان في مبادره اسمها مبادره انشاء الاكاديميه العربيه للتدريب الالكتروني. التدريب الالكتروني على كافه المجالات، يعني مهنه النجاره هنخليها على الكمبيوتر تتعلم عملي ونظري. عارفين حضرتك لعبه الكوتشينه اللي بتبقى على الكمبيوتر، تحطي تبديل وتوافيق لو ايرور بترجع تاني، هكذا هنفكك قطعه بتاعه الكمبيوتر الهاردوير والسوفت وير، برامج برضو بنعملها كده. مهنه النجاره، مهنه السباكه، مهنه ميكانيكا السيارات، وهنتفق مع التوكيلات العالميه ان هي تدينا جسم للعربيه وازاي بيتفكك وازاي بيتركب سواء في قطاع السمكره او كهرباء او خلافه. كمان في مبادره، ودي مبادره جديده من نوعها برضو، انشاء هيئه المواصفات والجوده الحرفيه والمهنيه. احنا الدستور المصري بتاعنا وعموما معظم دساتير العالم بتتكلم عن معايير المواصفات والجوده. احنا عندنا مشكله في العماله المصريه، لم يتواجد ليها معايير المواصفات والجوده بالشكل المناسب على المستوى العالمي. احنا عندنا نقدر نقول عرف في المهنه او الحرفه، عايزين نطلع من الاطار المحليه ونخش في الاطار العالمي، وهكذا لازم العرب نفسهم يحطوا هذا الاطار في منهجهم العام لاي وظيفه او اي مهنه المفروض هيتعاملوا معاها. طيب، هو يمكن موضوع سوق الكتروني شويه هنتطرق ليه في قصه الوصول الى الفئات يمكن اللي مالهاش صله قوي بعالم التكنولوجيا والكمبيوتر بالذات، اللي انتوا بتتكلموا كمان على الحرفيين. طيب دكتور محمد، حضرتك وانت نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب، هل من دورات تدريبيه ان صح التعبير، التواصل مع المهن المختلفه واصحاب المهن المختلفه في شتى المجالات؟ اولا دعيني اهني الشعب المصري بمشروع قناه السويس الجديد، واهني الشعب العربي كله برجوع الاسره او الاواصر التي تجمعهم واحساسهم انه لا بقاء لهم الا اذا تكاملوا وتكاتفوا، وده اللي احنا شايفينه في المؤتمر اللي موجود حاليا. تاني من ناحيه التدريب، احنا في مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه الاتحاد العربي للتدريب التابع لجامعه الدول العربيه، احنا بنعني جيدا بالتدريب ونعلم جيدا ما هو اهميه التدريب، ومن اجل ذلك كان الاتجاه الى انشاء الاكاديميه العربيه للتدريب. الاكاديميه العربيه للتدريب بالتعاون مع الاتحاد القومي لعمال مصر، الهدف الاساسي منها هو وضع برامج واسس تدريبيه ذات مواصفات عالميه تصل الى كل افراد المجتمع، سواء كان هذا التدريب الكترونيا او كان فيزيكال اللي هو التدريب العادي، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدول العربيه كلها، وهنبدا بمصر، بالتعاون مع مدارس الصنايع، بالتعاون مع كليات الهندسه، بالتعاون مع الجهات اللي ترتبط بالعمليه التدريبيه الخاصه بالعمال، حتى نضع اسس معينه يكون هذا الاساس هو المقياس الحقيقي للعامل الذي يجب ان يعمل، حتى يكون العامل يعمل في المجال الذي من اجله يعمل وفي نفس التخصص بتاعه وذات كفاءه عاليه. احنا بنرفع على طريق التدريب الكفاءه الخاصه بكل عامل ونصنفه تصنيف، زي ما اتكلم دكتور احمد دلوقتي بيقول احنا هنعمل كلاسيفيكيشن او تدريب اللي هي المواصفات والجوده، يبقى التدريب هيبنى بناء على المواصفات والجوده العالميه حتى يكون العامل المصري يتماشى مع مستوى الاداء العالمي. لان حاليا العالم كله بقى قريه صغيره، ما ينفعش ان اطلع عامل لا يستطيع الاداء بدوره وهو مسمى مثلا ميكانيكي، ميكانيكي كذا، لابد هذا الميكانيكي ان يكون له قدره تدريبيه معينه، سواء كان بطريقه السيموليتور، السيموليتور اللي هو المحاكاه، ان انا بجيب له حاجات الكترونيه زي اكاديميه التدريب الالكتروني، او عن طريق الفيزيكال ان هو بيشوف حاجات فعليه بالتعاون مع اساتذه الجامعات في كليات الهندسه وفي كليات الزراعه وغيرها من مجالات التدريب المختلفه. وبذلك اكون قد وضعت العامل العربي، هو لا اقول المصري فقط، العامل العربي على سلم النجاح الذي يستطيع ان ينجز اعماله بطريقه جيده. احنا عندنا للاسف في مصر يمكن اغلب العماله ما بتبقاش مدربه تدريبا جيدا من حيث السلامه والصحه المهنيه، من حيث الاداء الفني للمستوى التدريبي. ففي الاتحاد العربي للتدريب احنا بنعني جيدا بهذا الموضوع على المستوى العربي كله، حتى يوضع مقاييس لكل عامل وقدراته التدريبيه التي تناسبه والتي تؤدي به في النهايه. طيب، الى ان يكون عامل جيد. دكتور احمد، تم في خلال المؤتمر اطلاق الشبكه العربيه للعمل، مفهوم هذه الشبكة وكيف يمكن احنا نستفيد منها في حل مشاكل العمال، حل مشكلة البطالة في العالم العربي ككل؟ الشبكة المقصود بها هنا زي ما قال السيد لقمان مدير منظمة العمل العربية، ان هي شبكة بتجمع اطراف العمل التلاتة. انا عايز اكون اكثر تخصصا، عايز اقول العمال لابد ان ليهم سوق، الاصحاب الاعمال في كل القطاعات الاقتصاديه سواء كانت زراعه او تجاره او صناعه او سياحه او قطاع النقل او ايا كان القطاع، لابد ان يبقى ليه شبكه بنفسه. احنا محتاجين معايير ومواصفات في كل الاتجاهات، لا اما كده لا اما هنفضل طول عمرنا نتفرج على العالم بيسبقنا بالاف السنين، يا ريت بسنه ولا باتنين، بالاف السنين.
عمرنا ما هنوصل للتقدم ومعايير المواصفات العالميه، وبالتالي احنا محتاجين مواصفات للمنتج والمنتج للايد العامله والمنتج نفسه. طيب ده يحصل ازاي؟ لابد نحط المعايير والمواصفات دي في اطارها صحيح، ونشوف العرف العربي كان بيتجه فين، ونبدا نعدل المسار. انا مش عايز اكون بطلق شعارات، لابد ان نوصل لارض الواقع. اما اقول السوق المشترك للايد العامله هيبقى فيها قائمه سوداء وقائمه بيضاء. القائمه السوداء دي الموظفين اللي بيروحوا يسيئوا لعملهم وبيخرجوا عن اطار سوق العمل، احنا مش عايزينهم، لا اما يشتغل ويكون فعلا على قد المسؤوليه وايد عامله شريفه ووفقا للمعايير والمواصفات، لا اما يطلع بره السوق خالص ويخش حد تاني اولى بالفرصه دي. ده هدف السوق المشترك للايد العامله. كمان في مبادره احنا هنعملها دي هتخش شويه الشعب المصري وهتبقى مفاجاه للعالم العربي. احنا اطلقنا الحريات النقابيه، والنهارده لاول مره في مصر هنطلق اول مبادره عمليه فعلا، ودي هتكون مفاجاه لكل العالم مش مصر بس ولا العرب بس. اول كونفدراليه عامه لعمال مصر. الكونفدراليه العامه لعمال مصر هتجمع ثلاث اتحادات، هو الاتحاد القومي لعمال مصر، اتحاد مصر الحر، واتحاد النقابات العماليه المصريه. هيبقى فاضل ثلاث اتحادات اللي هو الاتحاد العام والاتحاد الديمقراطي واتحاد النقابات المستقله اللي احنا كلنا عارفين. دول ان شاء الله هينضموا في مراحل متلاحقه من خلال الاسبوعين الجايين دول، لكن النهارده بنعلن اول مبادره. العمال عرفوا طريقهم، هيتكاملوا مع بعض ولا يتضامنوا مع بعض. التكامل، انا عندي ايديولوجيه، الاتحاد الاخر عنده ايديولوجيه، الثالث عنده ايديولوجيه، بنتكامل في افضل ما نمتلك من ايديولوجيه. طب فايده هذه الكونفدراليه او هذا التكامل؟ ان هي تجمع راي العمال على هدف واحد، هو الواجبات قبل الحقوق. احنا دايما كنا في اعتصامات واضرابات غير مبرره. احنا بنحاول نضغط على صاحب العمل، في الاخر صاحب العمل بيقفل المصنع والكل بيتشرد، والخاسر الوحيد هو السوق المصري والمنتج المصري، وبنجيب سلع مستورده بشكل عام واجمالي الناتج القومي. احنا النهارده عندنا رئيس، عندنا دستور محترم معتبر، جاب 75 ماده للعمال، جاب كل جوانب الحياه لكل المهن وكل الحرف المصريه. النهارده كمان داخلين على الاستحقاق الثالث، مجلس نواب برضو محترم معتبر، هيبقى فيه معايير ومواصفات في اختيار القائمه الموحده اللي هي ال 120 اسم وهكذا القوائم الاخرى. لكن نرجع تاني للاتجاه العربي، احنا محتاجين ننشئ هيئه اخرى للوظائف والاقتصاد الاخضر. النهارده الوظائف دي هتوفر 4 مليون فرصه عمل للدوله الواحده خلال 6 شهور. والنهارده احنا ابتدينا نشتغل في دراسات حتى اكاديميه، انا على سبيل المثال بعمل دكتوراه في الاقتصاد والوظائف الخضراء. النهارده العالم كله بيتجه لهذا الاتجاه، فكره التنميه المستدامه، وانا رعيت ذلك في المواد اللي انا شاركت فيها في الدستور، احط التنميه المستدامه، الاقتصاد الاخضر، الوظائف الخضراء، بحيث ان العالم يبتدي يشوفنا بشكل جديد. الوظائف الخضراء يعني راجل بشتغل محاسب، هجيبها لك على الاطار المهني والحرفي، راجل بشتغل محاسب، محاسبه تكاليف عاديه، محاسبه حكوميه، ايا كان محاسب وخلاص. دوت بخرج بالالافات عندي بيشتغلوا في ده، لكن مفيش المحاسب البيئي اللي بيراعي التنميه المستدامه والاقتصاد الاخضر والتكلفه الاقل على المدى البعيد، سواء كان في مجال الصحه او في مجال الاسكان او في اي مجال. التخصصات بقى بنتقل من فكره انسان طبيعي عندي عرف في المهنه العاديه وبشتغل بايدي وفكري اللي انا اتعلمت عليه، وان انا ببص لقدام وحق الاجيال اللي جايه. هي دي التنميه المستدامه. لازم نعرف الفرق بين النمو والتنميه والتنميه المستدامه. نمو يعني انا عندي مصنع بعمل فلوس وخلاص، تنميه يعني بدفع الضرايب والتامينات بجانب الارباح اللي باخدها. التنميه المستدامه ان انا بحفظ حق الاجيال اللي جايه، يعني ما عملش مصنع اسمنتي يكسبني 10 اضعاف راس المال، ولكن بيضر بنسبه ذكاء الطفل عند مثلا سن 4 سنين، بيقلل نسبه الذكاء ب 4.5%. طب ما دول بيطلع لي انسان مش على مستوى الفكر اللي احنا بنحتاجه، يعني وضع العديد بقى من الاعتبارات في الحسبان. طيب بس بشكل تنفيذي بقى، احنا جايين المره دي بمشاريع بشكل تنفيذي. وافق المسؤولين، ما وافقش المسؤولين احنا هنشتغل، وده اللي قاله لنا. هنشتغل ازاي بقى؟ هنشتغل بارادتنا. الاول مره ثلاث اتحادات اجتمعوا مع بعض على قلب رجل واحد. عندنا الاتحاد العربي للتدريب مقدم للوطن العربي 23,000 منحه تدريبيه لكل دوله 1,000 منحه. الدوره اللي ب 1200 دولار بقت ب 120 جنيه وموجوده في الجامعات المصريه ولينا مقرراتنا من الجامعات المصريه وبنستوعب الطلبه، بس اللي بيخرج بيشتغل، مفيش حد يجي يتدرب ويمشي. ربطنا التدريب بالتوظيف، هذا هو فكر الاتحاد القومي. طب دي حاجه كويسه، يعني نخلي الدكتور محمد يتكلم عنها بشكل تفصيلي. مبادرات المنح التدريب، مبادرات منح التدريب احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستفاد او نستعين بذوي الخبرات والمؤهلات الموجوده في الجامعات المصريه لتدريب ابناء مصر وابناء الوطن العربي باقل التكاليف الممكنه، اللي هي عن طريق حاجه اسمها كوست بلس، تكلفه زي العرض بسيط خالص.
في هذه الحلقة أنا هستطيع أن أنا أصل بالموظف العربي أو العامل العربي لأعلى مرحلة من التدريب والكفاءة التي تؤهله أن يقوم بعمله خير القيم، وفي نفس الوقت بوفر له المادة العلمية التي تتناسب مع مستواه التفكير، مستوى التفكير بتاعه، لأن اللي بيضعوا هذه المواد التدريبية هم كلهم متخصصين. طب هو يا دكتور بس كان في نقطة، يعني أنتوا اتكلمتوا فقط مش بس عن خريجين الجامعات او التخصصات زي المحاسبين وغيره، لا جميع الخريجين، لا بتتكلموا الحرفيين والمهنيين بالظبط، الحرفيين هي بقى الفكره في الحرفيين، كيفيه الوصول الى الحرفيين، يعني احنا في ناس بسيطه فاتحه ورش وما الى ذلك، كيفيه الوصول اليهم والتواصل معاهم. التعليم الفني حضرتك ده احد الاشياء المستهدفه بالنسبه لنا بنسبه 80 او 90%، بالاضافه للناس الموجودين بالفعل حاليا اصحاب الورش الصغيره اللي ما لهمش. هل في مثلا توثيق يحصر هؤلاء أم احنا بنحاول بنشطط الطرق عن طريق وزارة القوى العاملة، عن طريق وزارة التنمية المحلية، عن طريق وحدات التراخيص، عن طريق الغرف التجارية، كل ده بنصل الى هذا العامل ونستطيع ان نرتقي بمستوى ادائه عن طريق التدريب ورفع كفاءته عن طريق التدريب. يعني هتوصلوا للحرفيين في الشوارع والاسواق. كل مصري موجود في مصر وموجود على ارض مصر ويحمل الجنسية المصرية او كل عربي موجود في بلده له الحق على الاتحاد العربي للتدريب وله الحق على اتحاد القوى العمال مصر ان يقوم بدوره في تدريب هؤلاء الاشخاص. هو مهم جدا ان المؤتمر ينزل لارض الواقع، ما يعني يخرج من نطاق الغرف المغلقه ويبدا ينزل للشارع، يعني هو ده النجاح الحقيقي. خلينا نتفق على مبدا، طيب كتير من الشعارات والمبادرات بتطلق على المستوى العربي سواء في جامعات الدول العربيه او في منظماتها المختلفه، لكن احنا زهقنا مبادرات، احنا عايزين ننزل نشتغل. لو المسؤولين عندهم استعداد ان هم يستوعبوا كلامنا وينزلوا معانا الارض الواقع هنحط ايدينا في ايديهم. النهارده اطراف العمل ثلاثة، عمال واصحاب اعمال ودوله. الدوله دي السلطه التنفيذيه، احد السلطات الثلاثه اللي موجوده في الاوطان العربيه. والله الدوله شايفه ان مبادرتنا هتكون محل، احنا هنشغل يا فندم الطالب وهو لسه طالب، هنشغل الطالب الجامعه وهو لسه طالب جامعه، هنخلق جيل جديد من مدربين. طب هل ده معناه يبقى في اتفاقيات مع اصحاب فعلا في اتفاقيات مع كليات واتحاد الغرف التجاريه واتحاد الصناعات؟ لا بس فيما يتعلق بالتدريب، انا بتكلم فيما يتعلق في سوق العمل بقى. يا فندم يعني التدريب مرتبط بالتوظيف، لازم نقول الراجل المناسب في المكان المناسب. ازاي تعملي تدريب؟ ما كل العالم بيدرب، ولكن احنا مش عايزين نضحك على الناس، الناس زهقت التدريب. كلنا معانا شهادات تدريب، يعني انا واحد معايا 42 شهاده تدريب، ولكن ماذا فعلت؟ انا قدرت اتطور نفسي واستفيد من ده واشتغل. احنا خلاص اللي هيخش دوره تدريبيه عارف انه بعد 5 اسابيع هيطلع يشتغل عن طريق المبادرات اللي بنعملها، وموجودين في 48 كليه على مستوى مصر، وهكذا هنكون مرتبطين. هنقدم مبادره في اتفاقيه بين الاتحاد العربي للتدريب ومنظمه العمل العربيه لو كانوا يريدوا اصلاح للعنصر البشري، مشكلتنا مشكله التنميه البشريه على كافه المستويات. طيب احنا عندنا كمان يا دكتور احمد قانون العمل الجديد، الى اي مدى هيحسن من وضع العمال؟ هيديهم حقوقهم؟ هيحسن بيئه العمل ويوفر لهم مناخ امن ويقضي على ظاهره الاحتجاجات ورؤيه المنظمه ايضا لهذا القانون؟ تعالى بس نتفق على حاجه مهمه جدا، الدستور المصري، انت حضرتك قلت قانون العمل، هو قانون العمل بيدرس في مصر عشان دوله مصر. نعم. طيب قانون العمل له اطراف ثلاثه، في مواد في الدستور حسمت القضيه، منهم ماده عبقريه جدا بتقول تلتزم مصر بكافه العهود والمواثيق الدوليه التي وقعت عليها ويصبح لها قوه القانون بمجرد اصدارها في الجريده الرسميه. اذا جميع الاتفاقيات الخاصه بحقوق الانسان على مستوى العالم ومصر موقعه عليها مش محتاجين غطاء قانوني ليها، هو محتاجين قانون ينظمها، ولكن في مواد ما ينفعش تخرج عن المضابط فيها لانها اصبحت قانون بحد ذاتها زي ما الدستور المصري قال، فمحدش هيخترع لنا العجله. الخناقه اللي احنا بنسمعها بين الاطراف الثلاثه والوزاره، الوزاره ما بتصدرش قانون، بتعمل حوار مجتمعي والثلاث اطراف بيتفقوا على مواد وبنديها لمجلس النواب يدرسها ويطلعها في قانون. مفيش خلاف تاني في موضوع حد يفصل قوانين ده، لن يجرؤ حد على مستوى مصر بعد الدستور اللي تم اصداره 2013 ان يصدر قوانين بها تفصيل مره اخرى. طيب بس هي الفكره ان انتم ما بتتكلموش بس على مستوى مصر، يعني حضرتك قلت ده ردا على سؤال قانون العمل. هكذا على المستوى العالمي. خلينا ننتقل بقى على المستوى العربي يا دكتور محمد. ممكن يكون في هناك دول فيها بعض القوانين ان يمكن تبقى مكبله او محبطه للعامل وما الى ذلك، هل بيبقى في اطار مثلا توصيات وما الى ذلك للتعامل مع هذه القوانين وهذه الدول؟ اولا من خلال الاتحاد العربي للتدريب احنا ما بنتخذش قرارات فرديه، الاتحاد العربي للتدريب ده بيضم كل الدول العربيه الخاص المجتمع في مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه واللي بتضم اعضاء في الاتحاد العربي للتدريب، فبناء عليه احنا بنتخذ قراراتنا بناء على اجتماع مسبق باتفاقيات مسبقه بما يتناسب مع قوانين كل دوله دون التعدي على حقوق او حريات
أي دولة من هذه الدول، ولكن الهدف الأساسي هو تدريب العامل. هذا العامل سواء كان مصري بيعمل في الإمارات، سواء كان مصري بيعمل في السعودية، سواء كان إماراتي بيعمل في مكان آخر، أو إماراتي بيعمل في بلده أو إلى آخره أي من هذه الدول العربية. الهدف الأساسي هو كيفية الارتقاء بالمنتج النهائي الذي يقوم به المنتج، وهو العامل اللي احنا بنقوم بتدريبه. احنا بنتكلم على منتج ومنتج، المنتج وهو العامل. احنا معنيين جيدا بالعامل، ازاي نقدر ندرب هذا العامل، ازاي نقدر ندرب هذا الموظف بشرط ان يستطيع ان يقوم باداء عمله على خير وجه وطبقا للمواصفات العالميه. وبعدين احنا حضرتك لما نيجي نتكلم، انت حضرتك ناقشت نقطه مهمه دلوقتي. السيد الرئيس لما بدا في البدايه خالص قال احنا كلنا مع بعض، احنا بنشيل مع بعض، فده يعتبر بالنسبه لنا نبراس او اداه نستنير بيها في كيفيه ان يكون لكل مواطن مصري، لكل مواطن عربي دور في القيام باداء واجبه، حتى نستطيع ان ننهض بمصر اولا والدول العربيه مره اخرى كوحده واحده، ونستطيع ان يكون لنا وضع على المستوى العالمي. طيب دكتور احمد، يعني ما يتعلق بالرؤيه اللي حضرتك طرحتها من خلال الأطروحات اللي هي اللي حضرتك قلتها، المبادرات الجديدة، آلية تنفيذها كيف ستكون، وخصوصا هي يعني كتير جدا أفكار جديدة قوي ومحتاجة فعلا جهد علشان تتحقق وعلشان يتم متابعتها ومتابعة نتائجها وتقييمها كمان، عشان لو في أي خلل أو نقص يتم معالجته. دايما بنسمع في المؤتمرات عن كلام حلو جدا، لكن بعد ما المؤتمر بيخلص بنلاقيش إن ده حصل. كلنا بنسمع، أنا ابتديت كلام كده. طيب. كلنا بنسمع الكلام الحلو، ما فيش تنفيذ. النهاردة الاتحاد القومي للعمال المصري، الاتحاد العربي للتدريب، وشركاء النجاح معاهم هم الطرفين، هيعلن عنهم في مؤتمر صحفي. احنا نزلنا وبنشغل ناس، هدفنا تشغيل 375,500 ايد عاملة خلال الست شهور دول. تعال نقيس بالنتائج، شوف مني كل اسبوع هتاخد كم واحد بيشتغل. دورة بنعملها لمدة 5 اسابيع، الاتحاد العربي نظمها، تبنينا المشروع القومي لمواجهة البطالة، وقلنا المشروع القومي ده لينا هدف واحد، اعداد المدرب. النهارده مهنة التدريب بقت مهنة ما لا مهنة له. اي حد بيقول لك انا مدرب، وبالتالي بيدرب غلط. فمعيار المواصفات والجودة بيبقى في نيار ده مستدام. حتى على مستوى الأسرة، برامج التدريب شاملة من اول إدارة الحرب الإلكترونية لغاية عمل النظافة وما بينهم، 1522 برنامج. لينا هدف واضح، إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة عن طريق رأس مال اقتصادي شعبي، وده الجديد اللي لازم المشاهد يبقى فاهمه. النهارده مش عايزين قروض ولا من بنوك ولا من أي. بس هنستأذنك يا دكتور أحمد ويا دكتور محمد، احنا هنرجع لكم في هذا الحوار، بس هنقف وقفة سريعة مع أهم وأبرز الأخبار. شكرا مجدة القاضي، ومستمرين معاكم في متابعة موضوع مؤتمر العمل العربي وأهم توصياته ونتائجه، مشكلة البطالة في مصر بشكل عام. وكنا أثرنا دكتور أحمد قصة، هي المشكلة في التدريب ولا في الوظائف، يعني عدد الوظائف هو اللي قليل، ولا مشكلة في نقص مستوى المتدربين. حضرتك ذكرت لي ان في فرص بتدوها او مبادرات منح تدريبية وفرص عمل كمان، ممكن الناس تتواصل معاكم للحصول على هذه الفرص. هقول لك المشكلة فين بالظبط. المشكلة ان رجال الاعمال عندهم معايير ومواصفات في سوق العمل محتاجينها في الموظف اللي يجي يشتغل عندهم. عندنا الثقافة المصرية والعربية بشكل عام عايزين نشتغل اللي احنا حابين نوصل له من مركز اجتماعي. يعني المحاسب عايز يتخرج من كلية التجارة بالظبط يروح يبقى مدير بنك، ده أمنية حياله. عايز يروح يبقى مدير شركة بترول. الفني عايز يبقى صاحب مثلا شركة محاسبة. عايزين نبقى أصحاب كل شيء بدون ما يكون معانا الضوابط والمعايير اللي تسندنا علشان نبقى كل شيء. فاحنا محتاجين ناخدها مرحلتين، نأهل أصحاب العمل والعمال والدولة. احنا التلاتة محتاجين نتأهل، محتاجين نفهم الثقافة العالمية. لما كنت بتكلم مع احد المسؤولين ويقول لي انت عايز تحط معايير المواصفات والجوده في هيئه وتقدمها لمنظمه العمل العربيه، يبقى انت اضمن ان العامل المصري مش هيشتغل ان شاء الله. مسؤول مهم لما يقول لي كده، دي لطمه كبرى. يعني احنا هنظل ندفن راسنا في الرمال طول عمرنا؟ لازم نطلع للنور شويه، ولازم يكون بشويه كتير كمان. النهارده روح شوف العماله اللي بتشتغل في حفر قناه السويس وانبهر. هو ده العامل المصري اللي بيشتغل، هو ده العامل اللي بيضحي بكل شيء لو لقى شيء يشتغل ولقى رقابه ولقى حقه. احنا محتاجين ده، بس لازم يكون عندنا مجموعه من الواجبات والحقوق. اما نيجي نتكلم عن حقوق، لازم اكون انا مادي واجباتي عشان اعرف اطلب حقي. ما عندناش الثقافه دي. اصحاب الاعمال المصريين كثير منهم وطنيين، ومنهم او بعضهم او القليل منهم غير وطنيين، ما يهموش الا مصلحه البيزنس بتاعه. احنا محتاجين كلنا نحب بعض ونتاخى مع بعض ونتكلم بالروح للرئيس بتاعنا دايما يقولها لنا، حبوا بعضكم واشتغلوا مع بعضكم، لان ما فيش طرف اسمها منظومه ثلاثيه.
ما ينفعش العامل من غير صاحب العمل، ولا صاحب العمل من غير العامل، ولا الاثنين من غير الدوله. الدوله عندها قوانين بتنفذها. طب دي يا دكتور محمد ممكن انا عايز اضيف حاجه صغيره كده. اولا في مصر مفيش مشكله بطاله، في مصر في مشكله سوق عمل، مفيش الفرص العمل موجوده كتير جدا، والدليل على ذلك ان في عدد عماله اجنبي موجود من جنوب شرق اسيا بيعمل لانه مدرب تدريب جيد. يبقى هنا المشكله الاساسيه هنا في كيفيه تدريب العماله المصريه، لان الفرص العمل موجوده اوريدي. ثانيا احنا بصدد مبادره كبيره جدا ان شاء الله هتعمل، اللي هو المجلس الاعلى لشؤون العمال واصحاب الاعمال. دي حاجه مهمه جدا، لان اي منتج نهائي في صاحب عمل وعامل ودوله، لابد ان الثلاثه يتربطوا مع بعض في هرم واحد تحت رعايه الدوله. العامل وصاحب العمل ترعاهم الدوله، لابد ان كل واحد يعرف ويعلم جيدا ما هي الحقوق والواجبات التي تخصه حتى يستطيع اداء عمله جيدا ويكون قادر على اداء هذا العمل. كيف يكون قادر؟ عن طريق التدريب. لابد ان ادربه واضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لابد ان نؤمن جيدا ان هناك مشكله، حل اي مشكله يكمن في معرفة هذه المشكلة. لو احنا تيقننا جيدا وتيقن القائمون على العمل في الدولة أن مشكلة التدريب هي مشكلة أساسية في مصر، سنعتني جيدا بالتدريب، وهذا هو شغلنا الشاغل في الاتحاد العربي للتدريب، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، جامعة الدول العربية. طيب هو يا دكتور التدريب عندكم هيتوقف عند فقط مرحلة التدريب الأولانية ووضع العامل أو توصيله الى بر الامان زي ما بيقول يمكن وهي الوظيفه، ولا هيكون في استمراريه في عمليه؟ لا هو التدريب حضرتك تدريب ممنهج طبقا لخطط، طبقا لاحتياجات سوق العمل. انا ما بدربش خلاص، انا بدرب اولا هنبدا بمصر، السوق العمل المصري محتاج ايه وايه المواصفات اللي محتاجها طبقا للمواصفات العالميه، وادرب له العامل على هذا الاساس. سوق العمل العربي بالنسبه للعمال اللي احنا بنصدرها لبره العالم العربي محتاج ايه، وايه المواصفات العالميه اللي هو محتاجها، او ايه المواصفات القياسيه اللي موجوده في الدوله دي بما لا يتعارض مع قوانين طيب. واسس هذه الدوله. بما انك حضرتك اتكلمت عن سوق العمل العربي، الحقيقه في مشاكل بتواجه عدد من الدول العربيه دلوقتي، يعني عندنا المشاكل اللي موجوده في سوريا واللاجئين، عندنا في فلسطين موضوع قطاع غزه وتدهور احوال العمال هناك وبيئه العمل بشكل عام. ازاي انتم كاتحاد عربي للتدريب بتقدروا ان انتم يعني تعطوا اهميه لهذا العامل اللي يعاني من مشاكل في بلده، بالإضافة طبعا لطبعا تدني مستوى المهني يعني أو التدريبي يعني. احنا بالنسبة للتدريب الاتحاد العربي للتدريب بيدرب أي حد من الدول العربية أو بيدرب أي حد عايز يتدرب لصالح ارتقاء مستوى التدريب، ولكن كيفية التدريب وتكلفة التدريب ده تخضع للرؤية السياسية وتخضع للقوانين الدولية اللي بتحكمها القيادات السياسية. طيب دكتور أحمد كنت قلت لنا في خلال الفترة الاقتصادية ان عندكم مجموعة من البرامج اللي بتوفروها للشباب والمبادرات، وممكن حضرتك يعني بتفتح الباب امام اي حد عايز يشارك. تمام، انا بس هكمل بقيت اجابة السؤال اللي حضرتك سألتيه للدكتور محمد. حضرتك تقصدي التدريب المستمر، هل بالزبط. التدريب هينتهي بالوظيفة وخلاص سلمناه وظيفة؟ لا، التدريب مستمر على مستويات الإدارة المختلفة سواء العليا او الدنيا او الوسطى وما بينهم من اقسام وفروع وما بينهم من عمالة غير منتظمة. التدريب هيفضل مستمر مدى الحياة. في التعليم والتدريب المستمر الموجود في الجامعة الأمريكية مسمى واحدة بهذه المسمى. الكبار محتاجين يتدربوا قبل الصغيرين. احنا محتاجين نكمل شكل خبرات مع علم مع تدريب. التلاتة دول هم اللي هيبنوا إنسان صالح للعمل وفقا للمعايير والمواصفات. نرجع تاني للمبادرة لحضرتك اللي أنا كنت قدمتها لحضرتك. أنا بعلن أهو من التلفزيون المصري ومن قناة النيل الأخبار. أنا حابب دايما أتكلم من قنوات الشعب المصري بيثق فيها. والإعلام المحترم اللي زي حضرتك، مبادرة على مستوى 27 محافظة بتدريب وتأهيل 1000 واحد من كل محافظة، عندنا استعداد لده مع كل جامعات المحافظات المختلفة، وهنبتديها من جامعة عين شمس كلية التجارة الدور الأول مبنى ب، أقول تاني كلية التجارة جامعة عين شمس اللي هي في العباسية مبنى ب غرفة 112 المشروع القومي لمواجهة البطالة. اللي عايز يروح يتقدم، وانا اوعدكم ان كل واحد هيخش برنامج تدريبي لمدة 5 أسابيع في دورة عامة، دورة متخصصة، دورة متعمقة، ورش عمل، مشروع تخرج. المرحلة الاولى من هذه البرامج التي او تي، بنعد مدربين في هذه المجالات وندمن لهم شغل يبتدي ان شاء الله من 1000 جنيه لغايه 8000 جنيه في الشهر كمدرب. هنا هنخلق جيل من المدربين. يعني دي عشان بس ما يحصلش التباس، دي دوره تدريبيه للمدربين. ايوه، علشان يبقى معاه مهنه مدرب. انا رئيس النقابه العامه للمدربين. مجرد ما تدريب على ايه؟ يعني انا بقول لحضرتك في كل البرامج 1522 برنامج، ولكن في برنامج اسمه الاول برنامج التنميه البشريه أو الرخصة الدولية للتنمية البشرية. الاتحاد العربي للتدريب بالتنسيق مع الاتحاد القومي لعمال مصر بقى معايا 1522 رخصة دولية
وده ما كانش موجود في مصر غير الاي سي دي ال لو انتم تعرفوها طبعا. النهارده بوجود مجلس دول حوض النيل اللي احنا بنتولى الاشراف عليه ورئاسته، احنا النهارده دول 11 دوله وعندنا 23 دوله في الاتحاد العربي للتدريب، يعني مكمل مجموعهم 44 دوله، نشيل منهم 3 دول مشتركه يبقى 41 دوله بتعتمد اللي هيخرجوا من البرامج. يعني اي الفئات اللي ممكن تستفيد من هذه الدوره؟ يعني اصحاب انهي مؤهلات مثلا؟ كل المؤهلات اللي تخطر على بالك، لان احنا بنعمل بين تدريب اكاديمي مرحلي، يعني انا اتخرجت من كليه التجاره اعمل برامج في المحاسبه وفي التكاليف. في شروط معينه اللي عايزين يجوا؟ ولا اي شروط ولا سن، هي الشروط الوحيده بس الترتيب، يعني المره بنبدا دوره ايه اللي بعدها دوره ايه، انما جميع الفئات هتتدرب. لا 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 يعني لا 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 حد يتوجه لل، هقول لحضرتك الشروط: الرغبه والقدره فقط لا غير. اللي عنده استعداد وسمعنا اهلا بيه شرفنا، احنا الموضوع مش بيزنس. الدوره اللي بتتكلف 1200 جنيه ب120 جنيه ومعتمده في اكتر من 19 جهه، وكمان بيخرج يشتغل على طول. احنا محتاجين دوت، احنا مش عايزين نتاجر بالبشر تاني، احنا عايزين نخلق فرص عمل عشان دولتنا تتقدم وبالتالي اقتصادنا القومي يتقدم، وبالتالي نقدر نحارب على فكرنا وعلى كينونه الشعب المصري بعبقريته اللي احنا شفناها في الثورتين، استكمالا لبناء الدوله المصريه، لان احنا خارجين من لا دوله لدوله، وهكذا بنمد ايدينا لكل الاخوه العرب في كل الدول العربيه. وانا بشكر كل الدول العربيه اللي اخذت قرارات حاسمه خلال ال 48 ساعه دي للتعامل مع مجموعة الارهابيين اللي خرجوا سواء من مصر او من اي دوله. طيب احنا عايزين بس بناكد ان دي دعوه اطلقتوها ل 1000، بتاخدوا رقم التليفون ل 1000 شخص في 27 محافظه للتدريب والتاهيل، يتجهوا الى كليه التجاره جامعه عين شمس غرفه مبنى ب مبنى ب غرفه 112 ورقم التليفون 112. ورقم التليفون 0412 2379 95 او 011 211 748. طيب ليه التدريب في شتى المجالات؟ في شتى المجالات، الاول بنبتدي بالرخصه الدوليه للتنميه البشريه، ثم بنلحقها وفقا بقى للمعايير والمواصفات اللي هو شغال عليها من الاول. عايز يبقى محاسب، عايز يبقى كذا، ممكن نعمل تدريب تحويلي لمهنه من المهن، احنا شغالين معاهم في كل الاطار. طيب تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور احمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وايضا الدكتور محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب بجامعه الدول العربيه. وبنتابع يمكن مشاهدينا الان على الهواء مباشره وصول الوفود الى العاصمه الفرنسيه باريس، الوفود طبعا المشاركه في مؤتمر السلام والامن في العراق، وتابعنا على مدار الفتره الماضيه المحاولات الامريكيه والزيارات والجولات والاجتماعات الخاصه بحشد تحالف دولي ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش. يمكن هذا المؤتمر أيضا في باريس اليوم هيشهد أو هيكون في نفس هذا الإطار، مؤتمر السلام والأمن في العراق، واللي هتبدأ فعالياته اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. طبعا المؤتمر حيناقش كيفية مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه داعش في العراق وسوريا، وبدء تدشين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد هذا التحالف، خصوصا بعد قيامه بإعدام رهينة بريطانية مؤخرا، بعد أيضا إعدامه لصحفيين أمريكيين. وهناك بعض الدول هتعرض إرسال قوات برية لقتال التنظيم الإرهابي. We'll be right back.
أهلا بحضراتكم ومن جديد. حدث رياضي مهم بتشهده مصر النهاردة، انطلاق بطولة الدوري العام. هذه البطولة بدون جمهور الحقيقة، بتنطلق كمان بمجموعة واحدة. يمكن بعض التفسيرات قالت أن ده لتجنب لقاء الأهلي مع المصري البورسعيدي، على أثر طبعا حدث استاد بورسعيد في فبراير 2012 اللي راح ضحيته 72 شخص. لكن على أي حال انطلاق هذه البطولة بتدي مؤشرات على بداية استقرار رياضي واستقرار سياسي في مصر، لكن كمان لازم نعترف ان في بعض المشاكل الموجودة، من ضمنها أزمة حقوق البث، ولجنة الأندية اللي هددت بمقاطعة الدوري بسبب هذه الأزمة. خلونا نتكلم مع ضيفنا عمرو كمال الكاتب الصحفي بأخبار اليوم اللي بينضم لنا عبر الهاتف حول كواليس هذا الموضوع. صباح الخير يا أستاذ عمرو. صباح الخير يا أستاذ عمرو. صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدي الميل. انطلاق الدوري المصري بدون جمهور، يمكن احنا امبارح تابعنا مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك كانت ايضا بدون جمهور. يمكن الناس يعني للاسف بتشوف ان هو عدم وجود جمهور ده ما بيديش الروح المطلوبه في المباريات. هو حضرتك الناس بتشوف كده، ولكن ان الاعلام يجب ان هو ينور ويضيء الامور بالنسبه للناس. كان في من مباراه الاحد الاسود في مباراه الاهلي والمصري مش استاد بورسعيد، كان في 72 شهيد. بعدها النيابه طلبت 10 شروط لدخول الجماهير للمدرجات، العشر شروط دي لم يتم تنفيذ منها اي شرط. اذا لو بعمليه حسابيه مطلوب حاجه ما انت ما حضرتيش المعادله الكيميائيه، يبقى ما ينفعش المعادله الكيميائيه تتحضر من الطرف الثاني والنتيجه ان يكون فيه جمهور في المدرجات. طب هي ايه الشروط اللي كانت مطلوبه يا استاذ عمرو؟ اهمها مثلا ان يبقى في بوابات الكترونيه بيدخل منها الجماهير، اهمها ان يبقى في بوابات تكشف عن وجود اي مفارقات او معادن، اهمها تعليق اسوار المدرجات زي ملاعب اوروبا وملاعب الخليج. دي كلها عشان تمنع حدوث كارثه زي كارثه مباراة الأهلي والمصري واستشهاد 72 شخص. أهمها عدم تكييف الملاعب، مش تكييف هواء، لا تكييف وجود كافيتريات وما شابه، بحيث أن الناس ما تخشش من بره بعلب كنز أو أدوات معدنية بحيث أن هم يحاولوا يأكلوا جوه أو ما شابه، فما فيش ده خالص في الاستادات. طيب. فأنت ما تقدرش تطلب وجود جماهير في ظل وجود عمليات إرهابية بتحصل، فأنت مش عايز تكرر تاني. يبقى أنت بتعرض قدام العالم مباريات طيب، تلاقي إن يحصل فيه مشاكل، وتبقى بدل ما هي ترفيه تسيء منصورة مصر وتأثر على البورصة وتأثر على السياحة، فالعملية مش محتاجة. طيب أستاذ عمرو، بس أسألك عن رأيك في إقامة الدوري بمجموعة واحدة مش مجموعتين، وكمان ما أثير حول أزمة حقوق البث ويعني تهديد بعض الأندية بتجميد نشاطها أو عدم الانضمام للدوري. والله شوف حضرتك، في قصة وجود مجموعة واحدة دي أنا شايف أن الدولة بانت جدا وظهرت بقوة في ان انت خلاص ما انتش عايز تعمل زي النعامه وتدفن راسك في الرمال، في ان يجب ان هو تكون مجموعه واحده، ويجب ان يكون الفرق المصريه المختلفه ان هي بتلعب قدام بعض. ما ينفعش ان انت تبقى من الرياضه والدوري العام بتعمل تقسيم لمصر، ده اللي بيحصل في العراق وسوريا من خلال الدوري العام. لازم كل الفرق المصريه تواجه بعضها وتلعب مع بعضها لإزالة أي عمليات احتقان. يبقى بكده أنت الدولة أظهرت أن هي قوية وإذا مش مغلولة، وأن الأهلي قبل المصري، الأهلي قبل الإسماعيلي مؤقتا، أن الفرقتين الأهلي والمصري هيلعبوا رايح جاي في مدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر بدون جماهير. طبعا ده مش شيء مش سيء أبدا إن الفرقتين يلعبوا من جديد بعد كده إن شاء الله من خلال سنتين أو يعني سنة بس على الأقل هيلعبوا في بورسعيد وفي القاهرة. أنا شايف إن الأمور دي جيدة جدا، وإن أنت بتلعب دوري واحد. أما بخصوص الفسح وتهديدات بعض الأندية إن هي ما تلعبش، يا سيدي ما تلعبش، هو في قصتين أنت حضرتك داخل فيها العملية بيزنس واستفادات مالية غير سوية. في عمليات من تحت الترابيزة، في عمليات ان انت ما بتيجي تبيع ما بتبيعش من خلال مناقصة او مزايدة علنية،
بتتدخل فيها بعض المسؤولين في اتحاد الكوره بيتدخل فيها. هي للاسف يمكن زي ما حضرتك ذكرت هي بتكون في بعض الامور بتكون قايمه على المصالح والبزنس. الاستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي بجريده اخبار اليوم بنشكرك شكرا جزيلا، وبالتاكيد هنتابع النهارده كلنا انطلاق الدوري العام المصري. اعتقد ان احنا بكده وصلنا الى ختام هذا الصباح. شكرا لحضراتكم، ونتمنى تكون فقراتنا نالت اعجابكم واستحسانكم وخرجنا منها بشيء مفيد. نسيبكم لبعض اللحظات مع لقطات حيه مباشره من العاصمه الفرنسيه باريس، وتوالي وصول الوفود والقاده لحضور مؤتمر السلم والامن في العراق لبحث مواجهه تنظيم داعش.